العملات الرقمية، هل ليها بنك بتتباع، وإيه طريقة استخدامها، إيه خطورة استخدامها؟ ليه الناس عندها حالة من الذعر أو القلق أو الخوف من فكرة العملات الإلكترونية؟ في نفس الوقت إزاي ممكن تتحكم وتغير في سوق المال في العالم كله؟ أسئلة كتير نفسنا نعرف إجاباتها، نفسنا نتعرف على تفاصيل فكرة العملات الورقية. هل ممكن الناس أو الأشخاص العاديين يستفادوا بيها ولا لا؟ بيسعدني وشرفني يكون ضيفي مهندس كرولوس أشرف، أخصائي أمن معلومات. صباح الخير يا باشمهندس، أهلا بحضرتك معنا. في البعض سمع والبعض يعني يمكن كنت بقول النهاردة في بداية الحلقة بيطبقها فكرة الفيزا يعني شركات المحمول، لما بنبعت بيكون عندنا فيها محفظة بنحاول نبسط الفكرة، لكن أكيد المفهوم أكبر من كده. يعني إيه عملات إلكترونية؟ خلينا بدأ الأمر نقول أن العملات الإلكترونية أو العملات الرقمية هي 180 درجة من العملات اللي هي الورقية أو الأساسية. الفرق بينهم يعني فرق جوهري. العملات الورقية دي ليها مصدر، ليها بنك، ليها أرقام، ليها حاجة نقدر نتبع بيها. العملات الإلكترونية ملهاش أي مصدر، يعني ملهاش ريفرنس مثلا نقدر نرجع بيه نقول الورقة دي تمت إنشاء مثلا، تم صدورها من البنك كذا ساعة كذا يوم كذا، مفيش الكلام ده خالص. ده أولا. العملة الإلكترونية أو العملة الرقمية مش موجودة فعليا، يعني أنا مينفعش أطلع من جيب أقول دي عملة إلكترونية، ما كانش بقى اسمها عملة إلكترونية. لا، هي عبارة عن عملة افتراضية، عملة مش موجودة أصلا في الواقع، هي يعني ناتجة عن عمليات بتحصل، فالعمليات دي بتنتج عملة، بس عملة مش موجودة على أرض الواقع. ده باختصار الفرق الجوهري بين العملة الرقمية والعملة الورقية العادية. ده حتى كده التشبيه اللي احنا بنقوله مش زيه، يعني الفلوس أو المحفظة اللي بتبقى عند حد وبيتعامل بيها مجرد كارت بيكون ليها أساس، يعني ببقى واحد حاطط فلوس ليه في البنك وبيتعامل من خلال الكارت. مظبوط. لكن العملات الإلكترونية ملهاش أساس أصلا خالص، بس ليها محفظة برضو ينفع نحط فيها الحاجات دي، بس كل ده إلكتروني، يعني مش محفظة حقيقية ان انا اقدر احط فيها العملات دي. لا، انا بنتج العملات دي وبحطها في المحفظة الالكترونية افتراضية. العملية كلها افتراضية. العملية كلها الكترونية ملهاش اساس في ارض الواقع. ايه الهدف يعني فكرة ان يكون في حاجة افتراضية ملهاش اساس؟ يعني ايه الهدف منها وعشان تستخدم في ايه؟ هو الهدف منها اكيد هدف مش مريح، او هدف مش سامي بمعنى اصح، اللي هو الاستخدام لشرع العملات والحاجات دي. والا ما كانش ليها الوضع بتاعها ده، يعني على الاقل كان يبقى ليها مرجع نقدر نقول مثلا عمله رقميه تم استلمت من البنك كذا. بس كده لا، هي ما فيهاش كل ده، فهي اللي بيخليها الدنيا فيها مش مبسطه ومش واضحه، لان هي اصلا مش معروفه. يعني ممكن يكون واحد قاعد في البيت بتاعه عادي او قاعد في مكانه بيعمل العملات دي وقاعد ما فيش اي مشكله. فهي الفكره مش حد غني بقى ومعاه فلوس وهو قاعد في البيت. عادي، ده ممكن بتعمل راس مال فظيع دلوقتي، يعني اللي خلى العمله اللي هي مشهوره المنتشره اللي اسمها بيتكوين، اللي هي اللي يعتبر الاساس للعملات الرقميه اول ما بدات تظهر، اللي خلاها وصلت ل 24,000 السقف بتاعها العمله الواحده، بعد كده بدات تنزل. هي عباره عن تجاره. بيعملها ازاي ويستفيد بيها ازاي؟ يعني انا اتعلمت وبقى عندي ومعايا يعني حاجه الكترونيه ورقم كبير، تمام، اعمل بايه واستخدمه ازاي؟ هو عشان انتج رقم كبير ده صعب شويه. عشان اعملها مش صعب قوي، يعني مش هندخل باستفاضه ازاي بتعمل، بس هي باختصار هي بتتعمل. الفكره بتاعتها ان انا بفك شفرات او بفك هاش او بفك حاجات معينه، حاجات تشفيريه، تمام. الحاجات التشفيريه دي بتتفك بينتج عنها الرقم ده. ده تمام. باختصار شديد. ازاي بقى بعملها؟ بتكون محتاج اجهزه معينه، حاجات معينه، يعني مش نتيجه شغل معين الفكره. لا لا لا، يعني نتيجه انه جهاز بيفك شفرات بالزبط. والمقابل بتاعها بتكون العملات دي. يعني انا مثلا ممكن اسيب الجهاز بتاعي شغال، طبعا بيبقى حاجات يعني تستحمل، حاجات بتكلفه عاليه مش اللي هي الاجهزه الكمبيوتر العاديه، بسيبها شغاله عادي 24 ساعه وممكن اشوف شغل. يعني انا بنتج هنا راس مال وبنتج هنا راس مال. يعني مش شرط اكون انا قاعد قدام مثلا الجهاز او قدام الحاجه المايننج اللي بتعمل التعدين الحاجات دي واكون قاعد مراقب قدامها، لا انا بسيبه هو يشوف شغل. هو بقى بيفك اوتوماتيك. اللي فك وبقى عنده عملات بيتعامل بعد كده بالرصيد اللي هو عمله ده في ايه وازاي؟ يعني يعمل بيه ايه؟ خلينا نقول الفكره الشائعه للعملات الرقميه او اللي بدات اساس يعني المنظومه بتاعتها بدات تستعمل، هي في حاجات مش يعني نقدر نقول الليجل، مش حاجه مش شرعيه. بعد كده الناس بدات تاخدها كانها تجاره.
طبعا بان ليها يعتبر زي اسهم برضو يعني شبه افتراضيه، هي عباره عن عرض وطلب، ده اللي خلى الرقم الفئه بتاعتها تزيد والفئه بتاعتها تعلى. يعني خلينا نقول في 2009 كانت العمله الرقميه دي او البيتكوين ده كان بالسنت، دلوقتي وصل كسر حاجز ال 24,000 وبدا ينزل وبيطلع كانها تجاره عاديه، عمله عاديه. في منها انواع كتير، انت يعني مركز على البيتكوين. البيتكوين عشان هي اللي تقدر نقول الام بتاعه العملات الرقميه، يعني البيتكوين احنا مهما نعمل من عملات فهي في الاساس بتحول لبيتكوين، ومن البيتكوين نقدر نحولها بقى دولارات، نحولها عملات، نعمل بها تجاره. هي يعني دي المركز الام بتاع العملات. الباقي بقى في مثلا اللايت كوين وفي البايت كوين وفي الايثرم، في الحاجات دي كلها دي مشتقات من العمله الاساسيه اللي هي بيتكوين. بس برضه هو اللي بيختار، يعني هو اللي بيختار بقى، هو اللي بيختار يختار انهي عمله اللي عايز يبيع. وكل عمله يعني العمله كل ما تكون اقدم كل ما تعدينها او المايننج بتاعها او طريقه اللي هو سحبها او طريقه تجميعها بتكون اصعب. يعني البيتكوين طريقه تجميعها صعبه عن اللايت كوين. اللايت كوين دي عمله تعتبر زي شبه جديده شويه، مش قديمه، بس انتاجها سهل، تعدينها سهل، طريقه استخدامها او طريقه تعدينها وطريقه تحصيلها سهل، اسهل من البيتكوين. في ناس بتجمع من العمله دي تقوم محولها على العمله دي، تقوم محولها يعني مثلا من اللايت تحولها للبيتكوين، ومن البيتكوين تحولها للدولار. طيب ده يعني ده بيحصل ازاي؟ بيحصل ان انا مثلا عارف ان عمله البيتكوين مثلا عامله في الفتره دي عامله مثلا 9000 دولار، فانا مثلا البيتكوين الواحده مثلا 10000 لايت كوين، انا جمعت 10000 لايت كوين احولهم لبيتكوين، يبقى انا كده معايا كام؟ 9000 دولار. 9000 دولار بس مش موجودين، يعني 9000 دولار بقى موجودين بس ايه، وهمي او ما لهمش واقع. ببيع بقى البيتكوين اللي معايا ده، بقوم احوله لدولارات، فبالتالي بقدر اسحب الفلوس فعلا. يعني في الاخر بينفع انها تتحول لفلوس فعليه؟ ايوه ده الناس لا مش هتفضل طول الوقت افتراض. لا لا لا، وممكن نستعملها وهي افتراضيه في احيانا بعض الحاجات، وبدات تنتشر في يوروب بالذات، بدات في دول اوروبيه بدات ان هي تبقى العمله بتاعتها للشراء عملات العملات الرقميه دي. قول لنا يعني زي ما اللي قادر انه يجمع حاجات زي كده او عملات افتراضيه يشتري بيهم حاجات مثلا اونلاين، يقدر يحولهم لفلوس فعلا او دولارات زي ما حضرتك بتقول. بالظبط. دي حاجه بتحصل اصلا، يعني هي بس مش منتشره في الوطن العربي الى اغلب الاحيان، يعني نادرا ما نسمع عن الموضوع ده ان هو بيحصل اصلا، بس لا هو بره في اوروب بيحصل عادي الموضوع ده. بيبقى عن طريق باركود كده بيعمل سكان بيسحب من المحفظه اللي هي الوهميه برضو، بيسحب منها قيمه وخلاص. طبعا القيمه بتكون بارقام عشريه نظرا لان قيمه العمله الواحده بتوصل من 6 ل 9 وممكن تعلى 24، ممكن تعدي الحاجز، هي ملهاش سقف، لا عادي ممكن توصل 30,000 دولار وممكن تعدي. فبالتالي لما اجي مثلا اشتري حاجه مثلا ب 100 دولار، لا اكيد طبعا اللي هبقى بسحب من 1 من 10، هبقى بسحب ارقام عشريه مش عمله كامله، لان احنا قلنا العمله سعرها عالي. اللي عاوز ياخد التجربه دي ويجرب، يعني لسه ما يعرفش، يعني المشاهدين دلوقتي اللي بيشوفوا الفقره وبيسمعوا لاول مره عن الطريقه، واحنا في بدايه الكلام قلنا انه دي عباره عن شفرات، لو انا فكيتها يبقى عندي عملات. اللي عاوز يبدا يعني منين يعمل ايه؟ خلينا نقول بدايه الموضوع ده مش بالحاجه السلسه او الحاجه السهله. ليه؟ اللي كان بيحصل ان في فجأة مثلا يعني ناس بتيجي تقول انا ده واقع فعلي، يعني هي امثلة بس بتحصل. انا عندي فاتورة الكهرباء بتجيلي مثلا ب5-6,000 جنيه، في حين ان انا عندي الاستخدام الطبيعي جدا، يعني مثلا ممكن يكون ما عنديش تكييف، ما عنديش حاجات دي كلها. الفكرة بقى اللي بتعلي الموضوع ده ان انا لما اجي اعدن بسحب كهرباء عالية. التعدين او استخراج العملة وفك الشفرات والحاجات دي كلها، طول ما انا سايب الجهاز بتاعي شغال في الموضوع ده، سحب الكهرباء بيكون بطريقه يعني خياليه. سحب الكهرباء كتير جدا. طيب ده ضرره في ايه؟ ده ضرره اولا ان انا يعني اللي هعمله هصرفه في الكهرباء اللي انا عملتها دي، اللي انا استهلكتها. مش كهرباء عاديه ان الجهاز مفتوح زي جهاز الكمبيوتر العادي. ما هو الكهرباء العاديه بتاعت الكمبيوتر حاجه، وكهرباء المايننج او التعدين اللي بيحصل على الكمبيوتر ده حاجه تاني. طيب خلي بالكم بقى اللي هيبتدي يفكر في الموضوع. يعني مثلا لا برضه مش شرط، في ناس بيكون استخدامها او بيكون في عندها مشاكل تقنيه في الكهرباء مثلا عندها، فبتؤدي للزياده بتاعت زياده الفواتير الكهرباء والحاجات دي. بس هي من ضمن النقط اللي ممكن نادرا ما حد يعرفها، ان ممكن لما يكون الجهاز وانا مش واخد بالي بيعدن، وهنقول برضه يعني ايه مش واخد بالي، الاقي الكهرباء شغاله بشكل خرافي. وبيعدن دي يعني بيعمل عملات. بيعمل عملات على الجهاز من غير ما اعرف. نيجي بقى النقطة اللي هو ازاي بيعدن، او ازاي اعرف ان جهازي بيعدن العملة دي او بيعدن عملات رقمية. فبالتالي هيعمل خراب بقى. يعني ما هو اكيد بيعدن، يعني هيعمل حاجات كتير. تمام.
اول حاجه منها احنا قلنا الكهرباء هتكون بشكل خرافي ده تمام. ثانيا طب انا دلوقتي جهاز ضعيف يعني مش الجهاز اللي هو يستحمل تعدين، لان احنا قلنا اجهزه التعدين اللي يتعدن عليها او اللي اعمل عليها المايننج او اللي اعمل عليها العمله لازم تكون اجهزه قويه. تمام انا جهاز مش قوي، طب ما هل كده برضه هيسحب كهرباء ازاي؟ ما انا مش هستحمل. لا هو مش هيسحب كهرباء، هو هيسحب من طاقه الجهاز لحد ما في حاجه في الكمبيوتر اسمها بروسيسور او وحده المعالجه، ده هيبوظ هيتحرق مره واحده كده، ممكن نلاقي حاجه ضربت في الجهاز جهاز طفى. ده ليه؟ التعدين او المايننج زي ما قلنا هو فك شفرات، فاللود عليه بيبقى زياده، انا شغال الجهاز عمال يفك اكتر من طاقته او اكتر من طاقه البروسيسور الموجوده جوه، اكتر من طاقه الجهاز، فبالتالي الاقي الجهاز باظ. طب انا دلوقتي واحد مش مشغل حاجه والدنيا عندي عاديه بس اكتشفت ان في تعدين عندي، ايه اللي بيخلي التعدين ده يحصل على الجهاز؟ او ايه اللي بيخلي الاستخراج او التنقيب عن العملات دي بيحصل على الجهاز؟ يعني معلش احنا عند النقطه دي بيحصل تعدين او تنقيب وانا ما اعرفش، يعني مش انا اللي عامل كده. لا ما دي بقى هقولها. انا بقى ازاي اعرف او ايه اللي بيوديني النقطه دي؟ في فيروسات بدات تنتشر تعمل الموضوع ده بس، ولا بيأذي الجهاز ولا بيعمل اي حاجه. الفيروس ده بيكون وظيفته ان هو يعني كل محفظه الكترونيه، خلينا اول في اول الدنيا بتمشي ازاي، كل محفظه الكترونيه بيبقى ليها زي رقم، الرقم ده لو حد حابب يبعت يستقبل يعمل اي حاجه من عليه بيبقى الرقم بتاعه. تمام. الفيروس ده وظيفته ان هو موجود في الرقم ده، موجود فيه اوامر عن طريق الفيروس ده بيعملها. الاوامر في الفيروس ان انت تنزل على الجهاز تشتغل تعدن تبعت على المحفظه دي. طب ما انا مش هشوفه مش هاخد بال منه، فبالتالي هلاقي الجهاز عمال يبوظ وغير ويبوظ ويغير والدنيا دي كلها. يعني بيحصل التعديل لصالح محفظه شخص تاني. انا حد ما بشتغلش وما بعدنش وما عنديش محفظه وما عنديش فكره عن اي حاجه بالظبط، لكن حد استغلني بالظبط كده بيفك شفرات حاجات عندي على جهازي ويحول العملات اللي هي المقابل بتاع الفك لمحفظته هو بالظبط كده. انا بقى ايه اللي مش كسبان اي حاجه، انا خسران اولا ممكن لو انا جهازي كويس ان هو يستحمل، خسران الكهرباء اللي هتيجي قد كده، لان طبيعي يعني ارقام بالالافات على حاجه انا ما بعملهاش. الموضوع برضو فيه خسائر، الكهرباء غاليه لوحدها دلوقتي بقى غاليه لوحدها. يعني احنا بندخل في شرايح تمام، يعني لو يوصل 5000 جنيه الشريحه يعني الله ربنا معايا بقى ساعتها. ثانيا هتبقى فكره ان الجهاز نفسه طاقته تتشفط، جهاز فعلا بتشفط حرفيا. طب هو يعني بص انا تقريبا كده ابتديت ناخد اتجاه تاني خالص. انا كنت فاكره ان واحنا بنتكلم عن العملات الرقميه الشخص عاوز يعمل ده وعاوز يكسب وعاوز يبقى هو اللي عنده محفظه، لكن احنا دخلنا ان في مشكله حاجه ممكن تبقى مستغل اساسا. بالظبط. طيب يعني خلينا نطلع الناس من المطب ده. ماشي نطلعهم دلوقتي منه. نطلعه ازاي؟ نطلع الناس من المطب اللي هو بتاع التعدين على الجهاز. اول حاجه يعني هنقول يعني حاجات بسيطه، اول هي البيزكس، نجيب انتي فايروس. نحمل انتي فايروس عادي من على الموقع الرسمي بتاع الانتي فايروس نفسه ونخليه على الجهاز. طيب ما عندي كذا انتي فايروس، ايه بقى الحاجه الكويسه اللي تقف قدام الموضوع ده بزياده شويه؟ تمام. في انتي فايروس مشهور وكويس جدا يعني انا شخصيا بنصح بيه اسمه مالور بايتس. مالور بايتس الانتي فايروس ده بداوا ان هم الديفلوبرز او الناس اللي بتطور فيه بداوا ان هم يخلوا نقطه اساسيه عندهم حوار التعدين ده، ان انا اتفادى ان حاجه تنزل على الجهاز وظيفتها ان هي تعدن. طب ما هو ممكن يكون مش على الجهاز برضو، ممكن يكون عن طريق موقع، مجرد ما افتح موقع على النت عادي جدا الاقيه شغال برضو تعدين. ينفع؟ بينفع. ايه المواقع اللي بتبقى زي كده قوي؟ مواقع الافلام، ان انا مثلا اتفرج على فيلم انجلش مثلا لسه نازل الحاجات دي كلها. طب اشمعنى المواقع دي؟ زي ما قلنا التعدين فكرته ان هو كل ما يطول كل ما يعدن اكتر. طب انا دلوقتي عندي مثلا موقع بتاع افلام انجلش وعربي وافلام هندي والحاجات دي كلها، ساعتين وثلاث ساعات الفيلم بالظبط كده، هي دي الفكره. فيعد بقى هو شغال بيتفرج وعادي وعامل فول سكرين ومستمتع، بس من ورا فول سكرين دي في عمليه شغاله من غير فيروس على الكمبيوتر، من غير اي حاجه، البراوزر مفتوح والدنيا شغاله فيه. طيب اللينك اللي الواحد بيفتح منه الفيلم او الحاجه اللي هو بيتفرج عليها، هل دي حاجه ممكن الواحد يخلي باله منها؟ يعني لما بيحصل هاك على اكونت مثلا بيبقى باعت فايل معين واللي بيدوس عليه بيبقى شكرا كده خلاص اتسرق الاكونت بتاعه. فموضوع التعدين كده ولا من غير ما انا ابقى دخلت على يعني حاجه معينه، مجرد اني افتح عشان اتفرج يبقى هو ده الهاك بتاع حلو قوي. الانتي فايروس اللي هو الانتي فايروس اللي احنا قلنا عليه هو اسمه مالور بايتس، هو مش بس بيدي الانتي فايروس للجهاز،
لا هو بيدي انتي فيروس للويب، بيدي انتي فيروس للحاجات اللي هي الهجمات اللي هي الباك دورز والحاجات دي كلها، اللي هي الحاجات الادفانس الليفل اعلى. بيحمي من كل حاجه. طيب انا وقت لما اجي افتح فيلم او اجي افتح اي حاجه اتفرج عليها، دايما بلاحظ ان في اعلانات بتطلع او بوب ابس كده، يعني أيوه. صفحات بتطلع. الصفحه دي في منتهى خطوره. ليه؟ في صفحات مجرد ان هي بتفتح عشان خاطر يعمل فيزيت للموقع بتاعه وتقفل على طول. في صفحات تاني اعلانات تاني بتبقى حاجه اسمها ريسك وير. يعني ايه ريسك وير؟ يعني مجرد ما تفتح وارد بنسبه كبيره يعمل اوتو داونلود، يحمل لوحده ملف. وده بيحصل كتير، بلاقي ملف نزل على الجهاز مره واحده من غير ما اطلب تحميل ولا اي حاجه. هو جيت افتح بس الفيلم عادي اشغله، لقيته راح فتح صفحه وراح منزل الحاجه دي. طبعا الحاجه دي اكيد نسبه 100% ان هي حاجه مش مظبوطه، فيروس اي حاجه. طيب هو اللي عمل ده، هو اللي عمل ده، هو فتح صفحه فيها لينك معين وصفحه بيضه وسابها. وارد تكون صفحه شغاله تعدين. عشان ابعد عن الموضوع ده، عشان اتجنب الحاجه دي، اعمل ايه؟ احنا معظمنا اكيد نعرف طبعا جوجل كروم، تمام، هو متصفح يعني يعتبر الشعبيه على مستوى العالم، الاشهر فعلا. الاشهر. في حاجه في جوجل كروم جميله جدا، حاجه اسمها اكستنشنز، او اللي هي زي حاجات خارجيه بس في نفس الوقت جوه البراوزر. طيب ايه الحاجات الخارجيه دي؟ احنا بنشوف اعلانات كتير، تمام، بتظهر لنا في كل حاجه. الاكستنشنز دي احنا بندخل على حاجه اسمها كروم ستور، او اللي هي السوق بتاع كروم، تمام، بنعمل سيرش على حاجه اسمها اد بلوك، اي دي بلوك. طب ايه الاد بلوك ده؟ دي عباره عن اكستنشن او زي حاجه صغيره كده بتنزل او بتركب، خلينا نتكلم بشكل تكنيك شويه، بتركب على البراوزر. مجرد ما حاجه تركب على البراوزر، اي حاجه او اي اعلان بتفتح هي بتقفله لوحدها. طيب نقول للناس تاني يعملوا ده ازاي، يعملوا الاد بلوك ازاي؟ طب خلينا الاول نتكلم نقطه نقطه. نحمل انتي فيروس، تمام. مفيش مشكله لو انت مش حابب المالوير بايت، مع ان هو يعتبر الاحسن. مثلا انت بتتعامل مع انتي فيروس تاني وواثق فيه، مفيش اي مشكله. ده اول نقطه. تاني نقطه، نقطه اللي احنا كده امننا الجهاز شويه، تمام. تاني نقطه، نقطه البراوزر او نقطه المتصفح. انا بفتح بلاقي اعلانات، مش واخد بالي ان الموقع ده بيعدن، مش واخد بالي، مش عارف الدنيا دي كلها. الانتي فيروس برضو بيحمي، مش هنقول ان هو ملوش علاقه، جزئيا بيحمي. طيب هو مش برضو مش هيحميني من الاعلانات، هو بيحمي الفيروسات. يعني ممكن افتح صفحه ما ياخدش باله منها او ما يلحقش يقرا لينك، فجاه الاقي الدنيا دي نزلت، تمام. قبل ما يعني عايز اقطع حته ان الصفحه دي تتفتح، ندخل على كروم ستور او نكتب في السيرش كروم ستور. بعد كده في السيرش بتاع كروم ستور نكتب اد بلوك، او نكتب اد، يعني نكتب اي حاجه تخص ان هي اعلانات يوقفها. اد بلوك مثلا، في مثلا اي دي بي بلوك، في حاجات كتير. احنا نكتب اد بلوك هيجي لنا حاجات كتير قوي. ننزل منها اللي احنا شايفين ان هو اكثر شعبيه واللي فيه ريفيوز كويسه، الناس بتقول ان هي بتشكر فيه والحاجات دي كلها. ونعمله انستول على المتصفح بتاعنا. كده احنا وقفنا جزء كبير من هنا، وقفنا جزء كبير من هنا. لحد كده الموضوع خلص؟ لا. ممكن في حاجات تعدي من انتي فيروس ده، وده بيحصل كتير. ليه؟ الانتي فيروس عباره عن قاعده بيانات. قاعده بيانات فيها ألف ب ج د، زي مثلا فيها مليون فيروس، تمام. في واحد عمل جمع مثلا، يعني ده صعب شويه، بس ان هو جمع قواعد بيانات كتير انتي فيروسات، عرف الحاجات اللي هي الانتي فيروسات دي عارفاها، عمل الحاجه اللي مش معروفه. فبقى عنده حاجه كده هتعدي من الانتي فيروس. هتعدي من الانتي فيروس. اتجنبها ازاي لو انا واحد مش عارف؟ حاجة تانية اللي بنقول كل مرة، نحمل من مواقع موثوق منها، نتأكد من الحاجة اللي احنا بنحملها ان هي الحاجة اللي احنا بنحملها، لان احنا ممكن نحمل حاجة عادية جدا تطلع حاجة تانية خالص، تطلع حاجة تانية اصلا صحيح. واحنا بنحملها عادي وندوس نولود وجات لنا، بس مش هي دي الحاجة. هو اقنعك ان هي دي الحاجة اللي انت عاوزها عشان تفتحها، فبالتالي جزء بتاعه هو خلاص خلص. الحاج بتقوله على أجهزة الكمبيوتر، على اللابتوب، يتطبق على الموبايل برضو، عشان الناس الموبايل. بتفتح دلوقتي الانترنت طول الوقت أكتر من الموبايل، فاللي يعني بيمشي عليه يمشي على كل حاجة، يقدروا يعملوا سيفتي لكل الحاجات دي. وعلى فكرة الحاجات دي زي ما مشت على الكمبيوتر ممكن تمشي برضو على بقية الموبايل والتابلت والآيفون والحاجات دي عشان كلها. عشان كده بقول للكل ياخد باله، مش بس يأمن الكمبيوتر بتاعه، لكن حتى موبايلك يقدر تعمل عليه كده. الموضوع كبير يعني للأسف الوقت انتهى، لكن في كل مرة حاجة بتكون موجود معنا فيها فعلا بنستفيد، ولو حتى مجرد معلومة توصل للناس يخافوا على نفسهم، يخافوا على خصوصيتهم وعلى حياتهم، دي أكيد حاجة كويسة. شكرا لوجودك معنا جدا مهندس كرولوس أشرف، أخصائي أمن معلومات، نورتنا. وصباح النور لحضرتك. صباح النور. شكرا لي. شكرا لحضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقة النهاردة. وقت الحلقة انتهى، لكن هنتقابل معاكم في يوم جديد، صباح جديد، فريق عمل جديد. صباح النور وإلى اللقاء.